هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. عائد من أمريكا، الأقدمون من بين سكان حي المصلى في مراكش وحدهم يذكرون عبد الإله ستيسي، الطفل المشاغب الذي لم يدع عنه الشغب أبدا. لم يفلح في تعلم صنعة أو حرفة، ولم يكن في المدرسة من الناجحين. كانت هوايته الكبرى القيام بتلك الحركات الرياضية البهلوانية، كتلك التي يقوم بها أولاد سيدي حمد موسى أو الذين يزعمون ارتباطا بهم. وكذلك انتهى المآل بعبد الإله الطفل المشاكس في واحدة من تلك الحلقات التي تقدم الألعاب البهلوانية في ساحة جامع لفنا. الذين عرفوه عن قرب يذكرون أنه كان يجد متعة فيما يقدمه من عروض. لم يحكي الكثير عن قساوة ذاك الذي كان يفرض عليه وعلى آخرين من الصبية والأطفال أن ينادوه المقدم، لعله كان حلمه الكبير. وحين كانت تنفض الحلقة قليلا ما كان المقدم يعطيه مما حصل عليه من المتفرجين، وقد دأب على استفزاز قرد حلقة المعلم عسيلة، فيهيج القرد الذي كان صاحبه يناديه ميمون، فينفض المتحلقون ويتركونه يحاول عبثا أن يقنع قرده باستئناف العروض. كان المعلم عسيلة يكره صاحبنا كرها شديدا، وقد شكاه مرات عديدة للمقدم الذي نهر وزجر وضرب دون أن يتغير شيء من سلوك الفتى الذي صار ينادونه الزواق لما له من قدرة على التشكل بجسده والتفلت من قبضة المقدم حين كان يصدر منه ما يستحق التأديب. كثيرا ما كان المعلم عسيلة يدبر ما قد يجر على الفتى وجبة من الضرب على أخمص القدمين بذلك الحزام الجلدي السميك الذي كان يتمنطق به المقدم. يحسب الذين يعملون معه أنه ورثه عن جد بعيد، بل إن منهم من كان يظن أن ما لدى المقدم من بركات مصدرها ذاك الحزام بالضبط. تقول الرواية الأكثر شيوعا وانتشارا في حي المصلى إنه في يوم من أيام العام 67-900 مر بجامع لفنا سائح أمريكي، فتوقف عند تلك الحلقة التي كان عبد الإله الزواق نجما من نجومها. تابع السائح الأمريكي العروض ولم يخف إعجابه بعبد الإله الذي كان يقوم بحركات بهلوانية يبدع فيها، فتراه يقفز إلى الأمام ثم في لمح البصر يغير الاتجاه، ثم يرتفع جسده الفتي ويتلوى مرة ومرات قبل أن ينزل على قدميه مستقيما. الملابس التي يرتديها والتي خيطت من ثوب لماع لونه كلون حبات الرمان تجعل منه مخلوقا أتى من عوالم الجن. كانت الحلقة في أنفاسها الأخيرة ذاك المساء لما تقدم السائح الأمريكي من المقدم، يرافقه دليل يتكلم إنجليزية تقريبية. تكلم الأمريكي وقام الدليل بترجمة ما قال. تضيف الروايات المتداولة في حي المصلى الكثير من الأشياء التي لا يصدقها العقل. ثم يحدث فراغ بعده يسري الحديث عن انتقال الزواق للعمل في سيرك أمريكي. قيل إنه تزوج امرأة ثرية وقعت في حبه، وقيل إنه صار رجلا معروفا في لوس أنجلوس، وقيل الكثير مما يستوفي مواصفات الحلم الأمريكي حين يتحقق. كان عمر الفتى لما اختفى من جامع لفنا في حدود 13 أو 14 سنة. يقال إن المقدم صاحب الحلقة التي كانت تقدم تلك الحركات البهلوانية قبض من الأمريكي 1000 درهم لقاء السماح للزواق بالرحيل معه. تلك حكاية بعيدة لا يذكرها إلا قليلون. في 20 أبريل من العام 2000 جاء رجل إلى المنزل الذي كانت تسكنه عائلة الزواق، يبدو في 50، له هيئة الرياضيين. لم يكن هناك أحد منهم.
ذكر أسماءهم فعلم أن والدته توفيت منذ سنين طويلة وأن شقيقتيه انتقلتا للعيش في الدار البيضاء، المنزل في حالة إهمال بينة. لاحظ الذين سألهم أن بلسانه لكنة. الرجل الذي لم يذكر شيئا عن ماضيه ولا عن اسمه عاد بعد أسبوع إلى ذلك المنزل المهجور ومعه رجل يبدو من هيئته أنه حداد. تقدم نحو الباب وبدأ الحداد يحاول فتحه، كان قفله قديما لم يصمد طويلا، ما أن انفتح حتى دلف الرجل إلى الداخل. دخل الغرف واحدة تلو الأخرى، رائحة غريبة تعم المكان. وبينما هو كذلك دخل عليه الدار رجل لا يعرفه، نظر إليه مستنكرا ودون أن يسأله قال الرجل الذي يرتدي جلابة بيضاء خفيفة إنهم قدم الحومة ويود أن يعرف من أذن بفتح هذا المنزل. أنا فتحته، قال الرجل ذو البنية الرياضية. من أذن لك ومن أنت؟ لما سأله ذاك السؤال أحس بغضب شديد يكتسحه، احمرت وجنتاه وبدا له أن يمسك به من رقبته. أنا صاحب المنزل، هل لديك ما يثبت ما تقوله؟ هذا منزل عائلتي، أنا عبد الإله سديسي. ذهل المقدم لما سمع هذا الاسم، قال إن عائلة سديسي اندثرت، لم يعد منهم أحد، وأنصحك أن تتراجع وإلا أحضرت القوة العمومية للقبض عليك. الصمت الذي التزمه الزواق كان صمتا مريبا. سأعود بعد ساعة، قال المقدم وهو يغادر وقد أمسك بأسفل ثوب جلابته حتى لا يعلق بها مما على الأرض من غبار وأوساخ. قال الحداد الذي لم يكن قد انصرف بعد، عليك أن تثبت لهم أنك صاحب هذا المنزل حتى تتفادى كل مشكلة. لم يكترف إلى ما قاله الحداد، دس في يده أجرته وصرفه. ما لفت انتباهه حقا أن بعض الغرف ما زالت تحتوي على أثاثها كما تركها قبل 36 عاما. عاد المقدم ومعه رجلان من القوات المساعدة وطلب منه أن يرافقهم إلى المقاطعة. لم يتردد ورافقهم، لم يكن مقرها بعيدا. وقد فاجأ الجميع بأن قدم الوثائق التي تثبت أنه عبد الإله سديسي ابن المختار سديسي والده الذي توفي لما كان هو في الرابعة، ويمنى العبار والدته التي توفيت ولم يعلم بوفاتها حتى عاد. ظن عبد الإله أنه وهو يغادر مقر المقاطعة قد أنهى المشكلة. مضى رأسا إلى المنزل، عاد ليتأمل الحالة التي آل إليها، وقد قرر أن يعود في الغد ومعه من سيتولون تنظيف المكان. الفندق الذي نزل به لا يبعد كثيرا عن جامع لفنا، وقد قرر أن يقوم بجولة فيها مساء ذلك اليوم. تغير المكان كثيرا عما كان عليه أيام كان الطفل المعروف بالزواق يجعل الحلقة التي يشتغل فيها من أكثر الحلقات جذبا للمتفرجين. لم يعد المكان كما كان عليه. مر بمحاذاة بائع بخور وظن أنه يجلس في المكان الذي كان يشغله القراد عسيلة. تذكر القرد ميمون، ابتسم وواصل جولته عبر الساحة. رفع آذان المغرب من صومعة الكتبية. قبل أن يغادر توقف عند بائع عصير برتقال، تناول كأسا وعاد إلى الفندق. في الصباح مضى إلى مقاولة متخصصة في ترميم المنازل القديمة، كان قد دله عليها أمريكي يسكن في المدينة القديمة وكان قد التقاه منذ أسابيع في لوس أنجلوس. لم يكن ممكنا للشروع في الأشغال في اليوم نفسه، كان عليه أن ينتظر يومين آخرين. في الموعد الذي تم الاتفاق عليه رافق 4 عمال إلى الدار المهجورة، كان عليهم أن يبدأوا بإخراج ما بها من أثاث لم يعد صالحا للاستعمال. تطلب الأمر يوما كاملا. في غرفة تطل على ما كان حديقة صغيرة خلف الدار لاحظ العمال أن جزءا من زليج أرضية الغرفة قد تم اقتلاعه. كان التراب يعلو قليلا على مستوى بقية الغرفة. الذي كان يشرف على العمل قلل من أهمية الأمر، في منزل قديم آيل إلى السقوط لم يكن ذلك ليثير الفضول. لما حضر عبد الإله لفت أحد العمال انتباهه إلى ما تم اكتشافه، يذكر أن أرضية الغرفة كانت مبلطة بالكامل. في الأمر ما يثير فضوله، نادى على أحد العمال
وطلب منه أن يحفر المكان. لم يتأخر الرجل في الاستجابة، بضع ضربات من الفأس عرت على قطعة ثوب بالية، ثم كشفت ضربات أخرى خصلة شعر. طلب عبد الإله من العامل أن يتوقف عن الحفر، كان واضحا أن جثة دفنت في المكان. مضى عبد الإله إلى مركز الشرطة الأقرب وأبلغ عما عده اكتشافا رهيبا. حضر رئيس مركز الشرطة وممثل عن النيابة العامة وبوشرت عملية حفر. كما توقع ذلك، تم انتشال رفات من المكان يبدو أنها لامرأة، وهو ما أكده الطبيب الشرعي لاحقا. في أقواله عاد عبد الإله إلى قصة رجوعه من أمريكا حيث أمضى 36 عاما، وذكر الحالة التي وجد عليها منزل عائلته. صرح بأن له أختين لم يجدهما في المنزل، وقيل له إنهما تزوجتا وانتقلتا إلى الدار البيضاء. انطلقت التحريات التي قامت بها الشرطة من استجواب الأشخاص الذين قالوا له إن الشقيقتين غادرتا إلى الدار البيضاء وإن والدته توفيت. رجلان من الحي يصغران عبد الإله سنا، وقد حسباه يوم جاء إلى المنزل أجنبيا يريد شراء البيت. أحد الرجلين معروف بتوسطه في بيع الدور القديمة في المدينة، بينما الآخر لا مهنة محددة له، وكثيرا ما عمل دليلا سياحيا زائفا. وبينما كانت التحريات تتواصل، اقترح صاحب مقاولة البناء على عبد الإله أن يتثبت من أن المنزل ما زال في اسم عائلته. كان رجلا له اطلاع بما يجري في عوالم العقار، وكذلك اكتشف أن المنزل بيع منذ 5 سنوات لرجل يدعى الحسين الراجح. تقول الوثائق التي في حوزة المحافظة العقارية إن الرجل اشترى البيت من صاحبته يمنى بنت تهام العبار. شكك عبد الإله في العقد وأبلغ الأمر إلى النيابة العامة. لم يكن الحسين الراجح الذي اشترى المنزل، سوى ذلك الذي يتوسط في بيع الدور القديمة، وهو نفسه الذي قال إن والدته توفيت وإن شقيقتيه غادرتا إلى الدار البيضاء. استقطب الرجل اهتمام الباحثين. كانت شبه ثابتة العلاقة بين شرائه المنزل الذي اعترف بأنه كان يهم ببيعه من جديد، وتلك الرفات التي اكتشفت فيه. كان يدعو إلى التساؤل عدم تدخله لما رأى عبد الإله وقد باشر أشغال تنظيف المنزل. اعترف وقد كثف المحققون الضغط عليه بأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة للتحرك دون لفت الانتباه، وتسلسلت اعترافاته. قال إن ابنتي يمنى أخذتا إلى الدار البيضاء لتعمل خادمتين، وإنه حاول إغراء يمنى لتبيعه المنزل، ولما لم توافق قتلها ودفنها. تلك التي اكتشفت كانت رفاتها. ظل عبد الإله يبحث عامين قبل أن يعثر على شقيقتيه، ليس في الدار البيضاء وإنما في أجدير. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.